100%. عايز ترد في حاجه في السؤال ده ولا مش حابب؟ انا شايف 18 زي ما احنا وشايف ان احنا محتاجين نعيد توزيع الفلوس. مشكله الانديه اللي ما قدرتش تستمر او تنافس ان احنا بنلعب في دوري انفير. انفير لانه الانديه لازم عشان يبقى عندنا احنا في الاخر الهدف زي ما عز قال المنتج ان المنتج يبقى قيم، المنتج يبقى قيم بالمنافسه. احنا السنه دي اتفرجنا على منافسه شرسه جدا في معركه الهبوط بالظبط، وكنا لغايه اخر يمكن جوله او جولتين يمكن اف سي بعت شويه، بس طنطا الحقيقه طنطا لغايه اخر 3 أو 4 جولات كان ستيل عنده شويه امل نظريا، انما المركز الثالث ما اتحسمش غير في اخر جوله يمكن. الموضوع كان صعب جدا على الناس كلها. فانا كنت شايف الدوري السنه دي رغم كل الظروف كان تنافسي ممتع، يمكن الاهلي حسم المقدمه بدري، بس المراكز الثاني كان عليه خناقه كبيره، الرابع عليه خناقه كبيره، الهبوط عليه خناقه كبيره، وبالتالي انت طول الوقت مستني كل ماتش يعني. اذا 18 شايف انه افضل؟ افضل بشويه ضوابط. احمد عز كان موسم هجومي لدرجه كبيره، اعتقد ان الموسم كان فيه جزء من الجوده فيما يخص الفرق المقدمه كلهم. وجود بيراميدز مع الاهلي مع الزمالك زود الجرعه بتاعه الفرق اللي عندها حلول هجوميه بشكل ممتاز، ويمكن بدري كمان محضر الارقام اللي تعكس الكلام بتاع الاهداف اللي كانت ممكن تسجل في الدوري ده كانت ممكن توصل لحد فين. لكن بالنسبه لك شايف انه المعدل اللي احنا وصلنا عليه 2.25 هدف في كل مباراه شايفه معدل جيد، وده يدي انطباع ان الدوري المصري بيلعب كره هجوميه 100%.